اوكي، صباح الخير. انا منى ناصر، كلية طب البيطري جامعة عين شمس. النهاردة انا هدي انترو عن الفيزيكال كيمستري. انا هحاول في السيشن ده ان انا استخدم المصطلحات العربي، او بمعنى تاني ان انا هترجم المصطلحات الانجليزي بالعربي، واحاول ان انا اشرح بالعربي وبالانجليش. اوكي، نرجع لأول سلايد. تمام، انا قلت احنا هناخد physical chemistry. هتقولي يعني ايه برضو physical chemistry، وازاي chemistry و physics؟ يعني هل احنا هندرس physics ولا احنا هندرس chemistry ولا هندرس ايه بالظبط؟ انا عايزه اقول لك الحقيقه، هو مش عباره عن كيمستري. هي الكيمستري مش عباره عن كيمستري بس، لا، الكيمستري ليها برانشز، ليها فروع مختلفه. مش بس دي الفروع اللي موجوده، لا، في فروع اكتر. زي امثله عليها، زي ما مكتوب فيزيكال كيمستري، ودي اللي هناخدها، اناتيكال كيمستري، بايو كيمستري، وغيره وغيره وغيره. الحاجة اللي أنا كنت عايزة أضيفها كمان، إن الكيمستري علم، ومعنى إن هو علم يعني هو مرتبط بالعلوم الأخرى. يعني مفيش علم متفرد بذاته، العلوم مش بتبقى متفردة بذاتها، مفيش علم بيبقى لوحده، العلوم كلها بتكمل بعضها. يعني انا هوظف الفيزيكس في الكيمستري، هوظف الماس في الكيمستري، هوظف الكيمستري في البايو عشان اقدر افهم حاجة معينة، افسرها، افهم هي ليه. ده في اي علم من العلوم ده دايما بيحصل. فهنكمل في الفيزيكال كيمستري. What is physical chemistry؟ السؤال المهم، يعني ايه physical chemistry؟ هقولك ان physical chemistry is a branch of chemistry، ودي حاجة احنا يعني كلنا متفقين عليها، هي فرع من فروع الكيمياء. devoted to study of the behavior of matter، بستخدمها عشان أدرس سلوك المادة at atomic or molecular level. atomic level يعني مستوى الذرة، بدرس ال behavior بتاع الماتر، الماتر يعني مادة، بدرس سلوك المادة سواء على المستوى الذري أو المستوى الجزيئي. طيب، مش بس بدرس سلوك المادة الـ behavior of matter، لأ، أنا كمان بدرس الـ properties of substance، بدرس الخصائص، properties يعني خصائص بتاعت المواد في different scales. يعني إيه different scales؟ يعني إيه scales؟ الـ scales ممكن تكون microscopic، ممكن تكون مايكروسكوبيك، ممكن تكون اتوميك سكيل، وممكن تكون سب اتوميك سكيل. يعني ايه برضو الكلام ده؟ طيب، هنا هنشوف ان الماكروسكوبيك، ماكرو، لما اقول ماكروسكوبيك، ماكرو يعني حاجة كبيرة، حاجة اقدر ان انا اشوفها بعين المجردة. هنا كاتب which includes particles، بيضم حبيبات او جسيمات that are visible to the naked eye. visible يعني مرئية، اقدر ان انا اشوفها من غير ما استخدم اي instrument، اي جهاز. انما بقى المايكرو، المايكروسكوبيك، ده لازم استخدم معاه جهاز عشان مش بقدر اشوفه بعيني المجردة. اوكي، في سكيل تاني، في مستوى تاني او حجم تاني، اللي هو اتوميك.
طيب من اسمها كده انا فهمت ان هي ليها علاقة بالذرة، اتوميك ذري، مستوى ذري، اتوميك سكيل، مستوى ذري. طيب نرجع تاني، صب في سكيل تاني اللي هو صب اتوميك سكيل، اللي هو ان انا بدرس البروبرتيز دي في على مستوى الصب اتوميك. صب يعني تحت حاجة، بلو اقل، صب اتوميك سكيل ايه الحاجة اللي حجمها اقل من الاتوم او من الذرة؟ اكيد اكيد الكومبوننتس اللي هي المكونات اللي جوه الذرة نفسها، such as كمثال على السب اتوميك سكيل الالكترونز. بقدر ان انا ادرس السلوك بتاع الالكترونز، وممكن ادرس الخصائص بتاعه الالكترونز تحت علم بيسمى او تحت برانش في الكيمستري بيسمى الفيزيكال كيمستري وكده. طيب حاجة مهمة جدا، what is matter؟ يعني ايه مادة؟ صدقني صدقني انت عارف، انت عارف يعني ايه مادة. المادة زي ما كنا بناخدها في التعريف بتاع ابتدائي، كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. طيب عايزين نترجم ده، matter المادة is anything that has mass، mass يعني كتلة، أي حاجة ليها كتلة. that takes up يعني بتاخد space، space يعني فراغ، وبالتالي ليها حجم، حجم يعني volume. كمان matter is made up of small particles، المادة دي معمولة من small particles، قلنا particles يعني حبيبات، معمولة من حبيبات صغيرة بتتسمى atoms، atoms اللي هي الذرة، الذرات، atom يعني ذرة، atoms يعني ذرات، حاجة بديهية جدا. اوكي كمان matter can be presented in different states، المادة عندي اقدر ان انا او يعني نقدر ان احنا نشوفها بكذا حالة، different state، state يعني حالة، different مختلفة، different state بحالات مختلفة اللي هي حالات المادة، وكل حاجة، كل حالة من دول، كل state من دول عندها specific characteristics. يعني ايه specific؟ يعني محدد، characteristics يعني ممكن نقول خصائص أو صفات محددة، ليها صفات محددة مش موجودة يعني في حالة تانية، كل حالة ليها يعني صفات محددة، specific skills أو خواص محددة. اوكي ال states بقى of matter، ال states of matter زي ما كلنا عارفين solid liquid gas plasma. solid يعني صلب، حالة صلبة، state لما اقول ان state of matter دي solid يعني هي في حالة صلبة، liquid يعني سائلة، gas يعني غاز عادي، plasma هي اسمها plasma. اوكي طيب انا عشان احول من سوليد لليكويد لازم بيبقى فيه بروسيس، البروسيس دي يعني عمليه، لازم يكون في عمليه عشان اقدر ان انا احول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله، ده عن طريق بروسيس، عمليه اسمها ميلتينج، ميلتينج يعني ذوبان. وهكذا برضو اقدر احول الليكويد تو جاز عن طريق الفيبرايزيشن، التبخير، ممكن احول الجاز تو بلازما عن طريق الايونيزيشن. عايزه اقول حاجه ان البلازما دي عباره عن جاز بس يعني عباره عن جاز بس الجاز ده متحول لايونز،
يعني هو جاز بس متحول لأيونز، كاتاينز أي وأناينز. كاتاينز يعني أيونات موجبة، وأناينز أيونات سالبة. أوكي. وعشان أحول بلازما، عشان أحول البلازما للجاز عكس عملية الأيونيزيشن، دي أيونيزيشن، ومن جاز تو ليكويد كوندنسيشن. كوندنسيشن يعني تكثيف، ومن ليكويد تو سوليد بستعمل عملية أو بروسيس الفريزنج. هنلاقي ان انا عشان اروح من ستيت تو ستيت، من حالة لحالة، لازم بحتاج حاجة مهمة جدا، وهي الانرجي. الانرجي ممكن تكون في كذا فورم، الانرجي مش نوع واحد. التمبريتشر ده تحت ما يسمى الثيرمال انرجي. طيب، في حاجة كمان عايزة اضيفها، ان ستيتس اوف ماتر حاليا كتيرة. ليه؟ لان الكوانتم، كوانتم ميكانيكس، بدأوا ان هما يستخدموها ان هما يكتشفوا انواع جديدة من الماترز. فدي زي ما تقولوا كده معلومة إسرائيلية، او يعني خارج خالص الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. بس طيب، حاجة تانية ما كانتش موجودة في السلايد اللي فات بس مهمة، ان انا عشان احول السوليد تو جاس على طول، يعني من غير ما امر على الميلتينج، ومن غير ما امر على الايفابورايزيشن، ممكن اعمل عملية اسمها سبليمينيشن. عشان احول الجاز تو سوليد من غير ما امر على الكوندنسيشن او الفريزنج، بستعمل عملية اسمها ديبوزيشن. اوكي، دلوقتي احنا في السلايد دي هناخد comparison between four state of matter، مقارنة، comparison يعني مقارنة ما بين الأربع states، أربع حالات of matter بتاعة المادة. طيب، احنا هنقارن من حيث حاجات كتير، هنشرح واحدة واحدة. زي ما قلنا ان بربرتس، يعني هنا مكتوب بربرتس يعني خصائص. اوكي، اول خاصية عندي اللي هي الانتر موليكولر سبيس. يعني ايه انتر موليكولر سبيس؟ انتر يعني بتوين، وقلت لك ان موليكولر يعني جزيئي، يعني جزيئي، وسبيس يعني فراغ. فانت باستنتاجك كده قلت انتر يعني بتوين موليكولر، جزيئي، سبيس فراغ، الفراغات بين الجزيئات، دي ترجمتها، الفراغ اللي ما بين الجزيئات. تمام. فدلوقتي هندرس بقى حجم الفراغ ده قد ايه. فهنلاقي ان احنا الفراغات ما بين المولكيولز اللي في السوليد، الفراغات اللي ما بين الذرات اللي في السوليد، السبيس بتوين مولكيولز ان سوليد صغيرة جدا. فاحنا بنقول المولكيولز ار كلوزلي باكد. باكد يعني قريبة جدا من بعضها. تمام. طيب، لو احنا بقى هنبدأ ان احنا نقارن ال intermolecular space بتاع السوليد بالنسبة للليكويد، اكيد الليكويد ال intermolecular space بتاعتها اكتر، الفراغ اللي ما بين الجزيئات وبعضها اكتر، عشان كده مش بتبقى صلبة، عشان كده يعني عشان كده يعني هي سائلة، عشان السبيس
اللي بتوين المولكيولز اقل من السوليد. طيب بالنسبة للجاز بقى، فاستنتاجا الفراغ اللي ما بين المولكيولز في الجاز اكيد اكيد اكيد، خلينا نشوف الصورة اهو، اكيد اكيد الفراغ اللي بتوين المولكيولز، شايفين الفراغ ده، شايفين الفراغات اللي بتوين الجزيئات، كبير كبير جدا. فهنقول المولكيولز are far apart from each other. يعني ايه المولكيولز far apart from each other؟ يعني الجزيئات بعاد عن بعض، مش قريبين من بعض، مش لازقين في بعض، مش لازقين في بعض زي السوليد، مش قريبين من بعض زي الليكويد، لا دول بعاد جدا عن بعض. طيب intermolecular force يعني ايه؟ intermolecular force انا قلت لك انتر يعني between، molecular يعني جزيئي، force دي الكلمة الجديدة يعني قوة، القوة ما بين المولكيولز وبعضها. من حيث السوليد فهي اكيد very strong. تخيل معايا دلوقتي ده كده ماتر، مادة في حالة السوليد ستيت. اكيد عشان تبقى في حالة السوليد والانترمولكيولار سبيس بتاعتها تكون صغيرة بالشكل ده، لازم يكون في فورس عاملة الموضوع ده، لازم تكون في فورس، ومش اي فورس، لازم الفورس دي تكون قوية جدا لدرجة انها مخلية الموليكيولز الجزيئات قريبة جدا من بعض بالشكل ده. هنقل بقى الليكويد not as strong as in solid، مش نفس القوة بتاعت السوليدز. الجاز نيجليبل يعتبر مش معدومة، هتلاقي الجاز موليكيول هنا وموليكيول هنا وموليكيول هنا، فطبيعي ان يعتبر اصلا مفيش. والبلازما احنا قلنا البلازما هي اصلا عبارة عن جاز بس هي اتحولت لأيونز، فهي نفس الموضوع نيجليبل. طيب بروبرت تاني اللي هو الشيب الشكل، هنلاقي السوليد فيكسد شيب، اي حاجه صلبه بنلاقي فيكسد شيب يعني ليها شكل محدد، فيكسد يعني محدد، ليها شيب محدد. حته الحديد لها شكل محدد، النحاس سوليد لها شكل محدد. بالنسبه للليكويد، الليكويد اكيد اكيد نو فيكسد شيب، ان احنا بنقول ان الميه بتاخد شكل الاناء اللي هي موضوعه فيه، اللي هو السائل بياخد شكل الاناء اللي هو محطوط فيه، فهنا هنقول no fixed shape. they take the shape of the container، عشان كده بنقول انها بتاخد ال shape of the container، بتاخد شكل الكونتينر. اوكي انا كنت في حاجة كنت عايزة اقولها بس كده هنقولها في اللي بعديها، خلينا نركز في دي دلوقتي. اوكي الجاز دلوقتي طبيعي برضو ان هو ما عندوش fixed shape، والشيب بتاعه هو الشيب بتاع الكونتينر، والبلازما برضو نفس الحاجة. الفوليوم انا كنت لسه قايلة من شوية ان الفوليوم معناها حجم، اكيد اكيد السوليد عندها شيب فبالتالي ليها فوليوم، have fixed volume. طيب هل الليكويد ليه فوليوم؟ الحقيقة احنا قلنا يعني هي تقريبا غلطة في البتاع نفسها، هي اكيد اكيد لها فوليوم بس اكسبشن، يعني هو هنا مش قصده ان انا هدرس طول وارتفاع وطول وعرض وارتفاع السائل، اكيد لا مش هدرس طول وعرض ارتفاع السائل، ما اقدرش امسك سائل في ايدي كده واقول يلا نقيس طول وعرض وارتفاع السائل ده.
لكن انا اقدر ان انا اقدر الفوليوم ده، اقدر ان انا احسبه. طب انا اقدر احسبه ازاي؟ انا مش قلت لك ان الليكويد بياخد الشيب بتاع الكونتينر، فبالتالي انا اقدر اقيس طول وعرض وارتفاع الكونتينر ده، اقدر اقيس طول وارتفاع الكونتينر اللي فيه المية، وبالتالي دي الطريقة اللي احنا بناخد منها الشيب، سوري، بناخد منها الفوليوم بتاع الليكويد. الجاز برضو على فكرة هنا كاتب have no fixed volume، بس هو الحقيقة نفس الموضوع بتاع الليكويد وهكذا. طيب الفلويديتي، الفلويديتي دي مش عارفة بصراحة معناها ايه بالعربي، بس ممكن نقول السريان، مش عارفة ده المعنى بتاعها ولا لأ، بس احنا ممكن نقول السريان، قدرة المية انها تمشي او كده. طيب بالنسبة للسوليد، دونت فلو، السوليد مش بيفلو خالص، يعني السوليد بيبقى واقف مكانه، مش بيمشي، لكن الليكويد بيفلو from higher level to a lower level. الفلو بتاع الليكويد بيبقى من higher level to a lower level. يعني ايه؟ يعني انا هدي كاكزامبل عشان نفهم. ليفل يعني مستوى، انا قلت من شويه ليفل يعني مستوى. فلو انا هعتمد كلمه سريان، فهنقول ان فلو هي سريان. طيب كاكزامبل عليها، في مطره على ماونتن، على جبل، الماونتن ده عارفين ان هو بيبقى مرتفع، والمية بتنزل على الجنب اللي هو بيكون منحدر. راس الجبل ده اهو، جبل اهو، راس الجبل ده هاي ليفل، وقاعدة الجبل ده هو اللو ليفل، فبالتالي عندي مية بتنزل كده، فبالتالي هتفلو بالشكل ده، هتنزل من higher level to lower to lower level. امسح كله عشان بس. اوكي effect of pressure بقى، بصوا effect of pressure، pressure يعني ضغط، افكت تأثير الضغط ده، يعني انا لما اجي اضغط حاجة، هل ده بيغير البروبرتيز، بيغير الخصائص بتاعت المادة؟ طيب بيغير، بس هل في كل حالات المادة؟ الحقيقة لا، بيبقى ظاهر جدا في حالة الجاز، وبيبقى ظاهر جدا في حالة البلازما. هدي اكزامبل دلوقتي وهفسر ليه بيبقى ظاهر جدا، بس خلينا متفقين ان السوليد نو افكت اوف بريشر، ليكويد هو فيري لو، هو مش لو بس هو فيري لو وسلايتلي كومبريسبل، لكن هنا الجاز الافكت اللي هو التأثير بتاعها، افكت يعني تأثير اوف بريشر بتاع الضغط، از هاي، هاي عالي، وكمان هايلي كومبريسبل، highly compressible يعني عنده قابلية ان هو يتضغط، وكذلك البازما. طيب هنتكلم، هنركز دلوقتي على الجاز، ليه هو الافكت بتاع البريشر بتاعه بيبقى عالي. الحقيقة من شوية انا قلت ان الفوليوم بتاع الجاز هو الفوليوم بتاع الكونتينر، فانا لما اجي اعمل بريشر، ده هنا نو بريشر، هنا مفيش بريشر، هنا انا جيت عملت بريشر، هنلاحظ حاجة مهمة جدا، الفوليوم اللي بيشغله الجاز بقى الجزء ده بس،
واكيد انا مكنش قصدي الفوليوم بتاع الكونتينر ان هو الكونتينر كله بالجزء اللي مفهوش حاجة ده، اكيد لا، هو الفوليوم بتاع الكونتينر اللي هو الجزء اللي بيشغله الجاز. فبالتالي احنا هنشوف ان احنا لما ضغطنا الجاز لقينا حاجة مبهرة جدا، ان الفوليوم بتاع الجاز قل. ده بسبب مش بسبب ده تفسير ان احنا هنا بنقول the effect of the pressure is high لدرجة ان هو غير لي الفوليوم، يعني انا زودت البريشر راح قلل لي الفوليوم بتاع الجاز. اوكي، هنبدأ في حاجة مهمة قوي، وهي الـ type of forces. يعني ايه types؟ يعني انواع. forces او force يعني قوة. ايوه، هي القوة اللي اخدناها في الفيزيكس، هي قوة. قوة لما بنيجي نسمعها نفهم ان في قوة تجاذب، قوة تنافر. احنا هناخد الكلام ده. اوكي، الحقيقة ان انا قلت ان انا عندي types of forces، عندي انواع من الفورسز. يا ترى ايه هي الانواع دي؟ عندي two types، الانتر مولكولار فورسز وانترا مولكولار فورسز. انتر اخدناها قبل كده، يعني between molecule، molecular يعني between الجزيئات، between المولكيولز. في force، لو هنيجي ان احنا نفهمها او نترجمها، انتر قلت انتر between molecular يعني جزيئي، force قوة، قوة ما بين الجزيئات وبعضها. قلنا قبل كده انا عندي ثلاث كلمات، قلت انتر intermolecular space، وقلت intermolecular force. intermolecular قلنا between molecules، دي حاجة متفقين عليها. space يعني فراغ اللي ما بين المولكيولز. force يعني قوة، قوة اللي ما between المولكيولز اللي هي الجزيئات. اوكي، انا ما عنديش انتر بس، عندي انترا مولكولار فورسز. هنفهم دلوقتي يعني ايه انتر مولكولار فورسز. انترا اللي هي بالاي، انترا مولكولار فورسز ار اتراكتيف فورسز. اتراكتيف يعني جذب، قوه جذب. that hold atoms together within a molecule، هي قوة الجذب اللي بتهولد الجزيئات وبعضها في المولكيولز، هي اللي بتخلي الجزيئات وبعضها متصادم together. سوري يا جماعة، هعيد الجزء ده تاني عشان اتلخبطت. كنا بنقول ان دلوقتي عندي نوعين، انتر وانترا. قلنا انتر اللي هو بتوين، يبقى هو القوة اللي ما بين الجزيئات او المولكيولز. طيب بالنسبة بقى للانتر، الانترا اللي هي بالايه، هنا بيقول لي انترا مولكولار فورس ار اتراكتيف فورس ذات هولد اتومز توجذر وذين ا مولكيول اور سبستان، هي قوة الجذب
اللي بتخلي الذرات اتومز الذرات تمسك في بعضها عشان تكون لي موليكيول اللي هو جزيء. اما بالنسبة للانتر اللي هي بالاي انتر موليكولر فورس، هي attractive force that exists between molecules. intermolecular force هي قوة الجذب اللي بتبقى ما بين الجزيئات وبعضها. وهنلاقي ان هو هنا معلم لنا اللي هي الانترا، قلنا ان هي بتبقى ما بين الاتومز والاتومز ببعضها عشان تكون لي مولكيول، عشان تكون لي جزيء. ما بين الاتومز وبعضها عشان تكون لي جزيء، اتومز وبعضها، ذرات وبعضها عشان تكون لي جزيء. هي دي الانترا مولكيولر فورس. الحقيقة هي لها مسمى تاني خالص، يعني هيسهل علينا الكلام ده كله، يعني انا لو قلتها تقريبا هتعرفوها. الانترا اللي هي قلت ما بين الاتومز وبعضها عشان تعمل لي مولكيول، اللي اسمها بنسميها كمان كيميكال بوند. يعني ايه كيميكال بوند؟ يعني رابطة كيميائية، بسميها رابطة كيميائية. بس هي يعني نقول عليها انترا موليكولر فورس. اوكي، في معلومة مهمة جداً، ان الكيميكال بوند دي او الانترا موليكولر فورس دي هي بتبقى سترونجر، يعني اقوى من الانتر اللي هي اللي ما بين الموليكولز وبعضها. اما الانتر اللي هي بالاي بتبقى ويكر. طيب، حاجة مهمة جدا دلوقتي الميلتينج بوينت. انا دلوقتي عندي الهيدروجين كلورايد ده، عايز اعرف الميلتينج بوينت بتاعته، يعني ايه اللي بيحددها. الحقيقة الميلتينج بوينت اللي هي درجة الذوبان، او اي مادة، مش لازم الهيدروجين كلورايد، اي مادة الميلتينج بوينت بتاعتها بتعتمد على الانرجي it takes to overcome the force between the molecules. يعني الانرجي اللي هي الطاقة اللي بتاخدها عشان to overcome the force، يعني to overcome، يعني مش عارفة، ممكن يكون يعني مفيش حاجة في دماغي دلوقتي، بس هي بت overcome the force، بت overcome القوة دي اللي هي between molecules اللي أنا لسه قايل عليها اسمها inter، اللي هي بالE، اللي هي inter يعني between molecules، اللي أنا لسه قايلة برضو عليها إن هي weaker than intra اللي هي اسمها تاني chemical bond. كمل. or the intermolecular force، هنا يعني بيقولك يعني بيدي المعنى يعني اللي force between the molecules هي ال inter. okay. holding them in lattice، يعني انا لما اكسر لما مش اكسر، لما overcome الفورس دي خلاص انا كده وصلت للميلتينج بوينت. بس عايزه اقول حاجه كمان، ان الانترموليكولر فورس مش نوع واحد، هو كذا نوع.
فعندي في stronger intermolecular force وعندي weaker intermolecular force. فبالتالي الميلتنج بوينت بالمواد المختلفه بتعتمد عن سواء الانترمولكيولار فورس دي اللي هي القوه اللي ما بين الجزيئات ضعيفه ولا قويه. لو هي قويه هحتاج طاقه اكتر عشان اوصل للميلتنج بوينت درجه الذوبان. The more energy is required, the stronger intermolecular force are, the more energy required, so the higher the melting point. اللي بتبقى stronger بتبقى higher in the melting point. Okay. احنا هنا كنا بنتكلم على الانتر. طيب الحقيقة بقى احنا قلنا التو تايبس اوف فورسز اللي هي الانترا والانتر، وقلنا الانترا اللي هي ما بين الاتومز وبعضها عشان تكون لي مولكيولز، ما بين الذرات وبعضها عشان تكون لي الجزيء. اما الانتر قلنا اللي هي ما بين المولكيولز وبعضها، دي ليهم تايبس ودول ليهم تايبس، دول ليهم انواع ودول ليهم انواع. دلوقتي احنا هنتكلم عن الانترا اللي هي بالاي. هي ليها كذا نوع. اول حاجه ايونيك بوند، رابطه ايونيه، كوفالنت بوند، في نون بولر وفي بولر، اوكي، وفي ميتاليك بوند. طب هناخد واحده واحده. ايونيك بوند، الرابطه الايونيه، الرابطه الايونيه دي بوند عشان بقولها كتير، بوند هستخدمها كتير المره الجايه. بوند يعني رابطه، ايونيك بوند يعني رابطه كيميائيه. هنقول ان this bond is formed by the complete transfer of valence electrons between atoms. يعني البوند دي بتتكون عن طريق ان انا يعني complete يعني بعمل نقل كامل للفالنس الكترون، بعمل نقل كامل للفالنس الكترونز ما بين الاتومز وبعضها. عايزين نعرف ايه الفالنس الكترون ده اصلا. عندنا هنا ده صوديوم، العدد الذري اللي هو الاتوميك نمبر 11. فلما هنيجي نوزع هنوزع في الشيلز. الشيلز دي بالعربي يعني مستويات، بيبقى عندي inner shells مستويات داخلية وعندي outer shell. الاوتر شيل ده بيبقى فيه الفالنس الكترون. هنا عندي الفالنس الكترون واحد بس، فبالتالي الفالنس بتاعتي هتبقى 1. هقولها تاني. لما هاجي اوزع ذرة الصوديوم اوزعها عادي، هلاقي ان المستويات اللي جوه ده هو الفيرست والسكند، دول اسمهم inner shells، مستويات داخلية. اللي هو اخر واحد اللي هو بيبقى بره خالص ده بيبقى اسمه outer shell، ويبقى عليه الفالنس الكترون. طيب فهنا زي ما احنا قلنا ان الايونيك بوند، الرابطة الايونية، هي بتتكون عن طريق ان احنا بنعمل نقل كامل للفالنس الكترون ده بين الاتومز، ما بين الذرات. هنا بيقول ايونيك كومباوندز
ايونيك كومباوندز دي يعني مركبات. الايونيك كومباوندز دي كومباوندز يعني مركبات. ايونيك كومباوندز مركبات ايونية are formed between metals and non-metals. metals يعني فلزات، non-metals يعني لا فلزات. يعني احنا عارفين من زمان ان الرابطة الايونية بتتكون ما بين الفلزات واللا فلزات، واحنا اكيد طبعا عارفين ليه، لان الميتالز اللي هي الفلزات بتميل انها تفقد الكترون، تفقد لوز الكترون او دونيت الكترون، دونيت يعني التبرع بالالكترون بتاعها. والنون ميتالز بتميل انها تكتسب الكترون او اكسبت الكترون، اكسبت الكترون تكتسب الكترون. It's a type of chemical bond. ده نوع من الكيميكال بوند، نوع من الروابط الكيميائية اللي بيكون لي في الآخر two oppositely charged ions، ان هما بيكونوا positively charged cation اللي هو بيكون اللي بيفقد الالكترون، فبالتالي بيتحول لأيون موجب، فهنا بسميه كاتاين، بيبقى لوز الكترون بيتحول لبوزيتيفلي تشارجد كاتاين، أيون موجب. لكن النون ميتال بيأكسبت بياخد الالكترونز دول وبيصبح نيجاتيفلي تشارجد انايون، ايون سالب. هنا كاكزامبل هنا هنشوف ان الصوديوم، هنا هنشوف ان هنا عندنا الصوديوم، قلنا الاوتر شيل بيبقى فيه 1 الكترون تمام، لكن الكلور بيبقى فيه 7، فهو محتاج 1 الكترون عشان يبقى مكتمل، وعنده 8 الكترونز في الاوتر شيل بتاعه في المستوى الخارجي بتاعه، وبالتالي الصوديوم لما يفقد برضو هو هيبقى عنده 8 في اوتر شيل بتاعه اللي هو المستوى الخارجي. فهنا هنقول الصوديوم دونيتس الكترون، الصوديوم هيتبرع بالالكترون بتاعه، انما الكلور هيأكسبت الالكترون، الكلور هياخد الالكترون ده من الصوديوم. فبالتالي هنقول تاني، عندي الصوديوم هيتحول لبوزيتيف كاتاين، و الكلور هيتحول لنيجاتيفلي انايون، وبعمل العلامة دي يعني ايونيك بوند، رابطة ايونية. هانت اوكي. طيب في ايه؟ مش هنتكلم دلوقتي عن الكوفيلنت بوند. احنا عارفين ان ثانية واحدة، سلايد مش موجودة. اوكي، هي عامة على حسب ما اتذكر يعني، هي لو طلعت غلط انا هصححها تمام. الكوفيلنت بوند يعني ايه؟ كوفيلنت بوند اصلا، كوفيلنت بوند يعني رابطة تساهمية، قلنا بوند يعني رابطة، كوفيلنت يعني تساهمية، كوفيلنت بوند رابطة كوفيلنت بوند رابطة تساهمية. This bond is formed between atoms that have similar electronegative. سوري يا جماعة. اوكي بصوا،
انا قلت لكم ان كوفيلنت بوند هي الرابطه التساهميه اللي احنا كلنا عارفينها، اللي هي بتبقى ما بين نون ميتال ونون ميتال وميتالويد ونون ميتال. النون ميتال ده انا قلت اللي هو لا فلزات، لا فلزات، لا فلز ولا فلز، وميتالويد يعني شبيه فلز ولا فلز. فهنا عندي ممكن ان الكوفيلنت بوند دي تكون ما بين تو اتومز يكونوا زي بعض، يكون تو اتومز دول ايدنتيكال، ايدنتيكال يعني زي بعض بالظبط، هم زي بعض زي الكلور والكلور دول ايدنتيكال اتومز، تمام؟ فبالتالي عندهم سيميلر الكترونيجاتيف، وهتكلم دلوقتي على الالكترونيجاتيفيتي. فبالتالي ليه بقى بيتكون كوفالنت بوند؟ عشان اللي هم سيميلر الكترونيجاتيف اللي عندهم نفس الالكترونيجاتيفيتي عندهم similar affinity for electron and neither has tendency to donate them. مبدئيا كده affinity يعني لما اقول عنده electron affinity او عنده affinity for electron يعني هو يعني عزيز قوي عليه ان الكترون يخرج عنده من المستويات الطاقة بتاعته، اوكي؟ الا بقى لو في حصل يعني في لو في اتوم بقى اعلى منه في الالكترون نيجاتيفيتي فهتشد الالكترون ده من عنده، بس هما الاتنين عندهم الكترون نيجاتيفيتي، فبالتالي هما الاتنين عندهم نفس العزيمة ان هما متمسكين بالالكترونز بتاعتهم اللي في الاوتر شيل، فبالتالي عشان كده هما بيبقوا تحت الكوفالنت بوند. ان انا لما اجي اعمل تو ايدنتيكال تو ايدنتيكال اتومز، لما اجي اعمل رابطه ما بينهم زي الكلور والكلور لازم تكون تحت بند الكوفالنت بون ده اكيد، لان هما عندهم سيميلر الكترونيجاتيف، لان كمان ان الالكترون افينيتي فور الكترون عاليه برضو، فالالكترون ده عزيز جدا عليهم، فما عندهمش تندنسي تو دونيت الالكترونز دي، ما عندهمش القدرة ان هم يتبرعوا بالالكترونات دي، اوكي؟ فا اوكي تعال نقول اول الالكترونيجاتيفيتي قبل ما نكمل. الالكترونيجاتيفيتي is a measure of an atom's ability to attract shared electrons to itself. هي قدرة الكترونيجاتيفيتي، مش عارفه الصراحه ترجمتها بالعربي، بس ممكن السالبيه الكهربائيه، مش متاكده خالص. الكترونيجاتيفيتي is a measure of an atoms بتقيس الاتومز ability قدره الذره ان هي تاتراكت تجذب الشيرد الكترون، الشيرد الكترون اللي هي الالكترون اللي هي بتتشارك لنفسها، عندها القدرة ان هي تسحب الكترون، تجذب الالكترون، زي ايه؟ زي ايه؟ في البريودك تيبل، بريودك تيبل يعني جدول الدوري، هنلاقي ان احنا ان الدايركشن بتاع الهاير الكترونيجاتيفيتي بيبقى لفوق، كل ما نطلع لفوق في الجدول الدوري كل ما الالكترونيجاتيفيتي
تكون أعلى، كل ما بيبقى قدرة الأتوم دي تكون قدرتها أعلى إنها تجذب الإلكترونات، وكل ما امشي يمين كل ما قدرة الأتوم إنها تجذب الإلكترونات أكتر. فبالتالي احنا بنعمل ايه؟ انا مش فاكرة، تقريبا ده فيكتور، تقريبا بنقول عليه فيكتور، فده تقريبا ريزلتن دي فيكتور، ما علينا. فاحنا يعني مش عارفة اقول يعني ايه فيكتور، بس عامة بما ان ده كده وبما ان ده كده، فبالتالي هيبقى ريزلتنت فيكتور هيبقى بالشكل ده، اللي هو يا جماعة بصوا، اللي هو هنجيب ده هنا كده بشكل خيالي بقى، ونعمل حاجة كده في الميكانيكس، بصراحة مش فاكراها. فاحنا عشان الموضوع ده بيبقى اسهل عامة، بس انتوا برضو يعني لو الموضوع ده صعب خلاص مش مهم، كل ما نطلع لفوق كل ما الالكترونيجاتيفيتي تزيد، كل ما نيجي يمين كل ما الالكترونيجاتيفيتي تزيد. ويعني ايه الالكترونيجاتيفيتي؟ الالكترونيجاتيفيتي قدرة الذرة انها تجذب الالكترونز لنفسها، الالكترونز اللي هي متشاركة معاها. اوكي خلينا نكمل. طيب نقول تاني الجزء ده، this bond ال non-polar covalent bond this bond is formed between atoms that have similar electronegative because both atoms have similar affinity for electrons and neither has a tendency to donate them. ما عندهاش النية انها تتبرع بالالكترونز بتاعتها دي، والاتنين عندهم نفس الالكترونيجاتيفيتي، فما فيش واحدة بتأتراكت الالكترونز اكتر ما بين التانية، عشان كده بنلجأ او هم بيلجأوا للكوفيلنت بوند، النوع ده من البوندز، النوع ده من الروابط اللي هي الرابطة التساهمية. نكمل. They share electrons in order to achieve octet configuration، اللي هو ال octet configuration يعني ان اخر مستوى يكون 8 في 8 electrons and become more stable، عشان كمان تصبح more stable يعني مستقر اكتر. طيب انا ايه اللي يخليني اقول عليها نون بولر؟ حضرتك نون بول، البولاريتي دي بتعتمد على الالكترونيجاتيفيتي صح؟ بولاريتي يعني القطبيه تعتمد على الالكترونيجاتيفيتي. فانا هنا عندي المثال اللي تحت ده، عندي كلور وكلور، فبالطبيعي ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعتهم هما الاثنين واحده، فلما اجيب ال resultant بتاعهم او اجيب اللي هو ايه الفرق، ما لما اجيب الفرق الديفرنس بتاعهم، لما اجيب الديفرنس بتاعهم الفرق ما بينهم، هلاقي ان هو زيرو، ما فيش ناحية موجبة وناحية سالبة اصلنا اصلنا ثانية واحدة اصلنا ايه اللي بيخليني اقول على الحاجة انها بولر؟ ان انا اقول عندها partially positive و partially negative، في حتة سالبة وحتة موجبة في الكومباوند الجديد اللي طلع لي عن طريق البوند دي. بس انا يا جماعة انا بعرف partially positive ده اللي هو بيبقى low في الالكترونيجاتيفيتي، والبارشالي نيجاتيف ده بيبقى هاي في الالكترونيجاتيفيتي. ليه قلت ان هو بارشالي نيجاتيف؟ لان هو عنده الكترونيجاتيف دي عاليه، فعنده قدره ان هو ياتراكت يجذب الالكترونز ناحيته بشكل اكبر، بيبقى طماع. فانا عندي كلور وكلور،
الديفرنس ما بين الالكترون نيجاتيفيتي بتاعتهم زيرو صفر، فبالتالي انا ما عنديش بارشلي بوزيتيف ولا بارشلي نيجاتيف، وبالتالي ما عنديش دايبول مومنت. دايبول مومنت ده اللي هو انا الحقيقة مش فاكرة، بس هو يعني هو بيبقى سهم كده، مش عارفة الراس ده بيبقى ناحية النيجاتيف ولا البوزيتيف، بس يعني هتأكد وهبقى اقول لكم. ده يعني الدايبول مومنت، دايبول مومنت بي بي بيوضح انهي جزء بارشالي نيجاتيف وانهي جزء بارشالي انهي جزء بارشالي نيجاتيف وانهي جزء بارشالي بوزيتيف. اتمنى ان الجزئية دي تكون واضحة لانها مهمة جدا. فهنا بيقول لي امتى اقول عن نون بولر، على الكوفيلنت بون نون بولر، هنا لما يكون الديفرنس ان ذا الكترونيجاتيفيتي، ان الفرق في الالكترونيجاتيفيتي بتوين ما بين البوندد اتومز، ما بين الذرات الرابطة مع بعض، is less than 0.5. لما تبقى أقل من 0.5 بتبقى non polar، يعني ممكن تبقى zero، ممكن تبقى أي حاجة لحد 0.5 دي بتبقى non polar، ما عندهاش partially positive أو partially negative، وبالتالي ما عندهاش dipole moment. دايبل مون ده هشرحه برضو المرة الجاية. اوكي نكمل. المرة دي بقى البولر، بولر كوفيلنت بوند. البولر كوفيلنت بوند مستحيل انها تكون between two identical atoms، مستحيل انها تكون ما بين atoms متشابهة، مستحيل تكون ما بين كلور وكلور، مستحيل تبقى between nitrogen و nitrogen. اوكي فايه اللي يخليني اقول عليها بولر؟ خلينا هنشوف دلوقتي. a polar covalent bond، هقول تاني بالعربي، covalent bond رابطة تساهمية، بولر يعني قطبية، قطبية في الرابطة التساهمية، is formed when atoms of slightly different electronegativity share electrons. ان الاتومز اللي داخله تعمل كوفالنت بوند بيبقوا ديفرنت في الالكترون نيجاتيفيتي، ودي حاجه مهمه جدا. طيب احنا كنا قايلين في النون بولر انها تكون اقل من 0.5، من 5 من 10. هنا عشان اقدر ان انا اقول عليها بولر لازم يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي، الفرق في الالكترونيجاتيفيتي يكون ما بين 0.5 يعني 5 من 10 ل 1.9، 1.9. طيب هنا كاكزامبل دول هلاحظ اولا ان هما مش ايدنتيكال، مش كلور وكلور، هنلاقي هيدروجين وكلور. الهيدروجين عنده 1 الكترون، والكلور والكلور محتاج 1 الكترون عشان يكون عنده 8. المهم فهنلاقي هنا H او الهيدروجين اند كلور شير شير الالكترون، ده بير اوف الكترونز، بيشيروا مع بعض الالكترونز بتاعته. الكلور از مور الكترونيجاتيف، هنلاقي مكتوب الكلور از مور الكترونيجاتيف زان هيدروجين، على اساس ان الهيدروجين الكترونيجاتيفيتي بتاعتها 2.1 والكلور هنلاقيها كلور 3، فهنلاقي الفرق بتاعهم between 0.5 و 1.9. الكلور بولز ذا شيرد، الكلور بولز ذا شيرد بير اوف الكترونز توورد اتسلف. ليه الكلور بيسحب
بولز يعني بيشد بيسحب الشيرد بيرز اوف الكترونز ناحيته. ليه بيسحب البيرز يعني اتنين، ليه بيسحب الالكترونين دول اللي هو اللي تشاركوها مع بعض ناحيته؟ عشان هو عنده الكترونيجاتيفيتي اعلى من الكلور، وبالتالي هو بياخد بارشالي نيجاتيف اللي هي العلامة دي، والهيدروجين بياخد بارشالي بوزيتيف. طيب ده developing يعني بيؤدي الى، يعني ناخدها كنا بيؤدي الى او بيتطور الى a partial negative charge. partial يعني ايه؟ اقول لك partially negative partially positive. partially يعني حاجه مش دائمه، حاجه مش كليه، حاجه مش كامله، لان هو مش هيتحول ل انين، هو مش هيتحول ل انين، هو عنده partial negative charge. مش كامله لدرجه ان احنا نقول عليها ان هو انين، يعني ايون سالب، زي ما كنا بنقول في الايونيك بوند، الرابطه الايونيه. وهنا بيقول as a result the hydrogen gets a partial positive charge، عشان عمنا الكلور سحب منه يعني بيبولز الالكترونز عنده. الجزء اللي فات كان اصعب حته، عشان كان بيتكلم عن الالكترونيجاتيفيتي، كان بيتكلم عن الكوفيلنت البولاريتي يعني. طيب في نوع تاني اسمه ميتاليك بوند، وده اخر نوع معانا. الميتاليك بوند ده يعني رابطه مش حقيقي، مش برضه مش عارفه معناها بالعربي، بس اللي هي ما بين ميتال وميتال، ممكن تكون الرابطه الفلزيه، ممكن بالعربي الرابطه الفلزيه حاجه، او تقريبا ما كانتش موجوده في العربي يعني. ميتاليك بوند دي هنتعرف عليها دلوقتي. الميتاليك بوند دي هي نوع من، هي اوريدي نوع من الكوفالنت بوند، بس especially يعني بشكل مميز، هي كوفالنت بوند رابطه تساهميه، بس بشكل مبين مميز بتحدث between occurs يعني يحدث between atoms of metal، بتحصل ما بين الجزيئات بتاعه الميتالز. انا هنا اقصد ميتالز يعني ميتال اللي هو حديد، نحاس، بيور ميتال، تمسك حته حديده، حته نحاسه، حاجه صلبه. اوكي in which the valence electron، الالكترون اللي في المستوى الخارجي، مستوى الطاقه الخارجي are free. هنا في حاله مختلفه بقى، هنا مش زي بقيه المواد العاديه، هنا الفالنس الكترون مش بيبقى ماسك الحياة في الاتوم، هو بيبقى فري، بيبقى فري في اللاتس. في اللاتس ده هو الباترن بتاع الكريستالز. هي مش مهمة قوي دلوقتي، هي مش مهمة. هحاول ان انا اوضحها شوية. اللاتس ده اللي هو يعني مثلا حته حديده جواها مكعبات، والمكعبات دي فيها ذرات، ليه اهي ذرات، الذرات دي جنب بعض يعني. انت مش هتلاقي، احنا قلنا الانتر مولكيولر سبيس في السوليد بتبقى صغيره جدا، فهم بيبقوا جنب بعض لاصقين كده في بعض، بيعملوا شكل معين، بباترن معين، باترن يعني بنظام معين، ده بسميه اللاتس. ده بشكل مبسط جدا، الباترن ده، النمط ده بسميه اللاتس. تمام. فهنا بنقول ايه؟ in which the valence electrons are free، في اللاتس ده الفالنس الكترون بتبقى
فري زي ما احنا شايفين كده. This bone is formed via يعني عن طريق البوند دي اتكونت عن طريق الاتراكشن عن طريق قوة الجذب of the mobile electrons. البوند دي اتكونت عن طريق الاتراكشن of mobile electrons of mobile electrons يعني مش الكترونات مش موبايل هو يعني موبايل الكترونز يعني سايحة كده يعني متحركة مش متحركة هي موبايل تقريبا معناها محمول محمولة او كده. المهم يعني موبايل الكترونز دي عايمة في اللاتس قصده هنا بموبايل الكترونز اللي هي الاتراكشن بتاع الالكترونات اللي عايمة في اللاتس بتاعي. فهنا بيقولوا عليها حاجة 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 جامدة جدا يعني هنا بيسموها اسم كده بيسموها كأنها سي اوف ذا الكترون بحر من الكترونات and the fixed positively charged metal ions. نرى من الأول تاني. This bond is formed via the attraction of the mobile electrons and the fixed positively charged metal ions. الاتراكشن ده بيحصل عن طريق الموبايل الكترونز الالكترونز العايمة في اللاتس ما بين البوزيتيفلي تشارجد ميتال ايونز والايون بتاع الميتال لان احنا قلنا ان الالكترونات مش ماسكه في الاتوم الالكترونات عايمه فبالتالي كوني خليت للاتوم دي بوزيتيف فهي بتعمل اتراكشن الموبايل الكترونز دي بتعمل اتراكشن مع الفيكسد يعني مش متحركه الموبايل الكترونز دي هي اللي عايمه هي اللي متحركه بتعمل اتراكشن مع الفيكسد تشارج ميتال ايونز فيكسد بوزيتيفلي تشارج ميتال ايونز بتعمل مع الايون الموجب اللي واقف في مكانه. تمام. الميتاليك بونز ار بريزنت ان سامبلز اوف بيور اليمنتال ميتالز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميتاليك بوند انا قلت في الاول هي especially occurs between atoms of metal يعني هي مش بتحصل في اي حاجة لا هي بتحدث ما بين الذرات بتاعه الميتال ميتال يعني ميتال مش معناها فلزات ميتال يعني ميتال حديد نحاس الكلام ده كله. فهنا بيقول لي ان الميتاليك بوند هي موجوده في السامبلز يعني عينات بتاعه البيور اليمنتال ميتال بيور يعني صافي حاجه صافيه اليمنتال يعني عنصر صافي من الميتال يعني ممكن اقول بيور اليمنتال ايرون يعني حديد صافي حديد مفهوش حاجه. هنا بيقول تقريبا such as gold وحاجه والويز الالويز زي البراس والبرونز الكلام ده كله الويز يعني سبيكه. تمام. اخر حاجه خالص حاجه مهمه جدا. طيب المعادن اهو عرفتها الميتالز هنا معناها معادن المعادن الفري موبايل الكترونز دي او الفري موفينج الكترونز الميتالز في المعادن هي المسؤولة are responsible يعني مسؤولة for their reflecting
and their ability to effectively conduct heat and electricity. احنا عارفين ان المعادن بنقول لها بتبرق وعندها قدرة انها توصل كهرباء زي النحاس زي الحديد. فالفريم بيقول لي هنا الفري موبايل الفري الفري موفينج الكترونز، دي الالكترونز المتحركة اللي بتبقى في الميتالز دي في المعادن دي هي اللي بتكون مسؤولة for the reflecting يعني انعكاس، انها قادرة انها تعكس الضوء. and their ability to effectively conduct heat، وهي المسؤولة عن قدرتها على توصل الحرارة والكهرباء بشكل جيد جدا. ماشي، هنا دي كومباريزون كده بسيطة. هنا احنا كنا بنتكلم تاني عن الانترا موليكولر فورس بيزكس اوف فورميشن، دي حاجات بيزك، وريلاتيف سترينث. ريلاتيف سترينث يعني القوة، قوة البوند دي، هل هي البوند دي، هل الرابطة دي ضعيفة، هل الرابطة دي قوية، هل الرابطة دي مش قوي، هنا مرتبهم لي. المهم ميتاليك بوند دي اللي احنا قلنا ان هي بتبقى في المعادن، ميتال كاتاينز تو ديكولايز الكترونز، عبارة عن ميتال كاتاينز اللي هي الموجبة وديكولايزد الكترون اللي هي الالكترونات اللي هي بتكون فري يعني، ودي السترونجست اللي هي نمبر 1، تاخد نمبر 1. الايونيك بوند اللي هي كاتاينز تو انايونز اللي هي الروابط الايونيه اللي هي بتكون لي في الاخر كاتاينز اللي هي ايون موجب وايون سالب، دي تاخد نمبر 2. يعني الميتاليك بوند اقوى من الايونيك بوند. البولر كوفالنت بوند، بولر كوفالنت بوند، رابطه تساهميه قطبيه اللي هي بتبقى بارشلي تشارجد كاتاينز، بيبقى بيتكون عندي بارشلي تشارجد كاتاينز، وبيكون عندي بارشلي تشارجد انايونز، بيكون لي الدايبول مومنت، وده ياخد نمبر 3 من حيث السترونجست. بالنسبة بقى للنون بولر كوفالنت بوند اللي هي النون بولر كوفالنت بوند اللي هي نيوكليوي تو شير الالكترونز، اللي هي بتبقى عادية جدا مبيبقاش فيها تشارج زي ما قلنا الكلور والكلور بيبقوا ذا سيم الكترونيجاتيفيتي لان عندهم نفس الافينيتي بتاع الشير الكترونز، وان هما بما انهم عندهم نفس الالكترونيجاتيفيتي يعني ما عندهمش هما الاثنين القدره ان واحده تشارك بالكترون وواحده تاخد منها الكترون، او واحده سوري ان واحده يعني تشد منها الالكترونات ناحيتها فتبقى بارشلي بوزيتيف او بارشلي نيجاتيف، فهي بتبقى عباره عن نيوكليوي تو شيرد الكترون، ودي اللي هي نمبر 4 اللي هي ويكست اللي هي اضعف واحده. يعني الميتاليك بوند اقوى من الايونيك بوند، الايونيك بوند اقوى من البولر كوفالنت بوند، البولر كوفالنت بوند اقوى من النون كوفالنت بوند. بس كده، وشكرا جدا بجد، اتمنى ان انا يعني اكون فت حتى لو بنسبه بسيطة جدا. بس هو ده الحاجة الوحيدة اللي انا اتمناها، ولو في اي فيدباك ياريت تكتبوه في الكومنتس، او اي تعليق عن حاجة بتكلم بسرعة بتكلم ببطء، المصطلحات مش باينة، هل الحاجة مفهومة ولا لا، ياريت فيدباك عشان لو هعمل فيديوز تانية يعني يكون احسن من الفيديو ده.
وشكرا جدا يعني لكم الفيديو للآخر، واتمنى بجد تكونوا استفدتوا، وبس كده، جود باي بقى.